ونروح لمداخلة مهمة جدا مع الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا استاذ كريم، دايما حبيبي متألق كده ودايما حكيم ودايما كلامك كويس ما شاء الله عليك، وربنا يكرمك كابتن ان شاء الله دايما. يا رب يخليك، وكل سنه وحضرتك طيب وبخير، ربنا يا رب يديك الصحه. حبيبي حبيبي يا استاذ كريم، حبيبي حبيبي. طيب بدايه بالتاكيد اسالك عن ما حدث في الايام والساعات الاخيره، والنهارده ختام كاس الامم الافريقيه وكوت ديفوار كسبت البطوله، وامبارح كنت بتحدث ان احنا هدينا شويه فنستطيع الان ان نتحدث بهدوء. وقت الخساره كلنا بنبقى غضبانين، كلنا بنبقى زعلانين، بس واحنا هاديين دلوقتي يا استاذ محمد، وكثير من الناس وانا منهم حملنا اتحاد الكره جزء من هذا الخساره في كاس الامم الافريقيه. الان تقدر تقيم الامور ازاي؟ شايف الامور كانت ازاي؟ وانا بكلم واحد انا عارف وطنيتك وعارف حبك لكره القدم المصريه وحبك لبلدك بعيد كمان عن منصبك في اتحاد الكره. تسلم يا استاذ كريم. اتفضل. بص، في البدايه انا عايز ااكد ان مجلس اداره اتحاد الكوره عليه حمل تقيل متعدد، يعني متعدد الاطراف. احنا عندنا 26 منطقه كره قدم، كل منطقه فيهم كد اتحاد كوره. عندنا آلاف المباريات اللي بتتلعب يوميا والاف المباريات اللي بتتلعب شهريا وغيره. عندنا إدارة شؤون اللاعبين بتتحكم فيها آلاف اللاعبين، اللي كل غلطة فيهم زي ما بيقولوا غلطة في كورة. عندنا إدارات في الاتحاد احنا يعني مسؤولين عنها، بالإضافة طبعا للحمل الأكبر هو حمل المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخبات الناشئين ومنتخبات النسائية. لازم تكون حضرتك عارف ان احنا يعني مش عايز ازايد على حد ولا على مجموعه ولا على فئه معينه. احنا بنبقى عايزين الهم اكتر من اي حد في الدنيا. يعني ما حدش بيقول يا رب تعسني. ايوه. يعني وبرده يعني 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 مفيش حاجه ما بتدرسش. يعني مجلس اداره اتحاد الكوره مع كل أزمة بيبقى في حالة، سواء المجلس الحالي اللي أنا أتشرف بعضويته والمجلس السابق برضه اللي أنا كنت بتشرف بعضويته. وكل طبيعي يعني 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 ربنا العالم إن الواحد يعني مثل تلك الأمور الواحد يعني بيعتبرها زيها زي شغله الخاص وأكثر. يعني الواحد زي ما بيتقي الله في أكل عيشه وفي شغله وفي عمله وفي حياته برضه بيخاف من الخطأ. والكلام ده انا بقوله على نفسي وعلى كل زمايلي في مجلس اتحاد الكوره الحالي والسابق. الفتره اللي هي بعد الاخفاق في كاس الامم اللي فاتت، وكروش اخفق فيها، ومش اخفق كروش الراجل يعني وصل للنهائي وكنا نوعا ما راضيين عن الخروج للنهائي، وكنا قدام التغيير. وفي الوقت ده كان المطالبه بالمدير الفني المصري كان يعني لا صوت يعلو عليه.